أريد في هذا الأسبوع أن أخاطب الأطباء خاصة، ما لاحظوا الأطباء وذوي المهن الطبية عامة من صيادلة ومضمدين وغيرهم، وذلك في ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، لا شك أن الطب فقر إنساني جليل جدا حتى في نظر الدين والمتشرعة، حتى روي عن بعض القادة الإسلاميين أنه يقول العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، يعني أن أهم العلوم النافعة هو ذلك، ويراد بعلم الأديان الفقه أو الشريعة العادلة، ويراد بعلم الأبدان الطب، أو قل إن الطب طبان، طب النفوس وطب الأبدان، لأن المرض مرضان، مرض النفوس ومرض الأجسام، فمرض النفوس يداويه الدين، ينبغي أن يكون واضحا، ومرض الأجسام يداويه الطب، وكلاهما مهمة ضرورية للبشرية، وخاصة حينما تصل حالة الفرد إلى حد الضرورة والانهيار صحيا، سيكون المنقذ بحسب السبب هو الطب، أو قل هو الطبيب. ولذا اعتبرت الشريعة وأفتى الفقهاء جميعا بأن الطب من الصناعات الضرورية في المجتمع كسائر الصناعات كالتجارة والنجارة والحدادة والبناء وغير ذلك، فإنها كلها ضرورية بما فيها الطب، وهي واجبات كفائية يجب تصدي جماعة من المجتمع إلى القيام بها، وإلا عوقب الجميع شأن كل الواجبات الكفائية التي لعله كلكم سامعين بها. وإذا كانت أي صناعة تتوقف على التعلم، وجب التعلم بنفس الوجوب الكفائي، لأنه مقدمة للقيام بالتطبيق أو التنفيذ الذي هو واجب كفائي بدوره، فتكون مقدمة الواجب واجبة، وهذا يعني أن تعلم الطب واجب، وهذا يعني أنه يعطى في الشريعة، أن الطب يعطى في الشريعة احترامه الكامل، فهو ليس من المباحات، ليس مباحا ولا مستحبا، بل واجبا وإلزاميا، وتركه حرام، وهذا كافي جدا لاحترامه.